أذكر يعني في سنة 90 كنت أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. نعم. وجاءت القوات الأمريكية معتدة بعددها وقوتها وسلاحها، وسمعت قياداتهم يقولون هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط المناصرين ويحول دون خروج المرأة سافرة للشارع سنجبره على ذلك بالقوة. فجاءني الطلاب الجامعة مستاؤون يعني لا. يعني نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. ثم بما تقاتلونهم؟ يعني نصف مليون جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل، ماذا معكم عشان تقاتلوهم؟ نعم. ثم هؤلاء الناس دخلوا بموافقة حكومتكم. نعم. فأي تعرض لهم يعرضكم تحت طائلة القانون. نعم. قالوا يعني نتفرج عليهم. قلت لا ما تفرجوش عليهم. ماذا نفعل؟ تدعوهم للإسلام. فضحكوا. ندعو من؟ ناس قادمين باستعلاء وكبر شديد. نعم. قلت والله شوفوا حد من يعني ضباط الاتصال السعوديين يسألهم إن كانوا يحبوا أن يسمعوا شيئا عن حضارة هذه البلاد، ولا تقولوا الإسلام صراحة لأن حتى لا. لا يكون ذلك سبب في صدهم. فرحبوا جدا لأنهم كانوا جالسين في حالة من الاستياء النفسي. لا. لعدم توفر أي وسيلة من وسائل الترفيه التي تعودوا عليها. فذهبت إليهم أنا ومجموعة من إخواني في الجامعة البترول والمعادن أرامكو سكيكو ممن يجيدون الحديث عن الإسلام باللغة الإنجليزية. لا. ففي خلال 3 أشهر أسلم أكثر من 20,000 رجل وامرأة. أكثر من 20,000. 20,000. نعم. ولدينا قوائم بأسمائهم وعناوينهم وأرقام تلفوناتهم، ومن لوايات إلى جنود، ومن رجال إلى نساء، ومن بيض إلى سود. وكان كل واحد يسلم، والله يا أخي الكريم. نعم. يقول جملة كأن الله ينطقه إياها. نعم. يقول ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر لأنكم كسالى، ما جئتم تدعوننا إلى هذا الدين، وكان علينا أن نغزوكم في عقل داركم حتى نسمع عن الإسلام. الله تبارك الله. سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. بعد أن عادوا في محاولة لربطهم بمراكز الإسلامية القريبة من كل منهم، والله ما ولا واحد فيهم إلا وأتى بعدد من الذين أسلموا بسماع قصة إسلامي. دعيت لمسجد في واشنطن دي سي. نعم. اسمه دار الهجرة. نعم. أخطب خطبة الجمعة، فلاحظت في صفوف المصلين لواء بحري، فما دخلني شك أنه كان في الخليج. بعد الصلاة جاء يسلم علي، فسألته هل كنت في الخليج؟ قال لا، ابني كان في الخليج ونقل إلينا الإسلام. الله. يعني فعلا شيء. ولذلك أنا أقول على المسؤولين في العالمين العربي والإسلامي. نعم. أن يدركوا تمام الإدراك أننا نمر بظروف من أصعب ما يكون. نعم. ظروف يعني تمكن من أسباب الغلبة المادية غير المسلمين. نعم. ويحاربون الإسلام حرب ضروس على كل المستويات. نعم. المعلنة والخفية. نعم. ووسيلتنا في مقاومة ذلك ليست وسيلة مادية أبدا، لأن إمكاناتنا المادية لن تصل إلى مستوى إمكاناتهم المادية. نعم. وسيلتنا الوحيدة الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. نستطيع أن نحل كل مشاكلنا السياسية والاقتصادية والعلمية وتخلفنا في مختلف المجالات بدعوة هؤلاء الناس إلى الإسلام باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة العلم. لغة العلم.